لما حدث الأزمة المالية في 2008 كان أسبابها كان البشر. البشر اللي كانت حدث توسع في التمويل العقاري، وحدث توسع أيضا مصاحب ليه في بيع الديون. يعني كان شركة بتمول عقاري، الشركة دي سي مثلا إنها باعت بمليون، نقول أرقام بسيطة عشان الناس تستوعب معانا الأرقام، بعنا بمليون، فالمليون دي هو كسبان مثلا منها 100,000، يروح رايح باع المليون دي، رايح بايعها لشركة تانية وهكذا، مقابل إن هو يتخلى عن جزء من المكسب، وهكذا وهكذا وهكذا. اضطروا ان هم يعملوا مكاسب ورقيه ومكاسب وهميه اضرت بالاقتصاد الكلي. تمام، يبقى هنا البشر هم اللي تسببوا، بالرغم ان كانت الظاهره او كانت المشكله ماليه، الا ان لو راجعنا الاسباب بتاعتها هم كانوا البشر. عارف انا في موضوع مهم جدا بالنسبه لموضوع اعاده الهيكله الاداريه بفكر فيه وانت حضرتك بتتكلم معايا، قصه ان انا اشوف الموظف اللي موجود في مكانه مدير او مهما يكون هو موجود في التدرج الوظيفي بتاعه ايه، يعني قدم ايه جديد في مكانه في موقعه، ولازم يتم اعاده تقييم الموظف في مكانه مهما كان رتبته او مهما كان. خلينا نتفق، هو احنا عايزين الكفاءه ولا الثقه؟ حتى دي في الشركات القطاع الخاص الكفاءه. طيب يحضرني هنا كلام القران الكريم، كلام الله عز وجل. بنت سيدنا شعيب قالت لوالدها يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. الامين هنا القوه ناخدها على المعنى العام بتاعها، القوه في الاداره، القوه العلميه، القوه الثقافيه، القوه في العلاقات، القوه في اداره فريق العمل، كل دي احنا محتاجينه في الوقت ده. فنرجع لموضوع الهيكله الاداريه. طيب. احنا محتاجين الشركه، طبعا الشركه لما بتكون شغاله بتكون افضل اداء من الشركه المتوقفه عن الانتاج، لكن في النهايه الشركتين او الاثنين محتاجين عمليه تطوير مؤسسي، محتاجين فصل الملكيه عن الاداره. يعني ايه فصل الملكيه عن الاداره؟ مش لازم الاونر هو المدير. مظبوط. طيب. القاعده عندنا، القاعده في مصر او القاعده الهرم كبيره جدا، لان هم دول المشروعات الصغيره والمتوسطه، هم دول القاعده الاكبر. فبالتالي القاعده الاكبر دي مالك المشروع او مدير المشروع او صاحب المشروع هو المالك وهو المدير في نفس الوقت، فبيدير بنفس العقليه وبنفس المشاعر وبنفس السيكولوجيه النفسيه، فبالتالي بيعمل مشاكل وبيعمل كوارث كتير قوي. لكن لو جه هو فصل ما بين ملكيته وما بين اداره المشروع وجاب فريق اداري، فريق اداري ده متخصص في التسويق وفي ومتخصص في الاتش ار ومتخصص في الماليات، فبالتالي هو بيتفرغ بشكل اكبر لوضع استراتيجيه للشركه، بدل ما هو بيكون هو المنفذ لكل شيء في الشركه. طيب ايه تاني محتاجين؟ محتاجين واحنا بنعمل ده يكون في هيكل تنظيمي واضح للشركه، الهيكل ده بيتحدد فيه اختصاص كل فرد في الهيكل. تمام.